حريم، اليوم القهوة على من؟ هلكتي لنا زوينو، كل يوم طايح تبني على من وعلى من؟ وي شويش انتي شوية وتاكلين ببطنش؟ باغية تجاوبي علي؟ جاوبي، ما باغية دقي براسش على الجدار، شوش على عمرش؟ مالكن حليمة زوينة، انتو نسيتوا اليوم القهوة على أمينة، وإن شاء الله الحين تيجي. ويه نسيت، تذكرت توني ان القهوة عليها، هذه دايما طبعها كذا، لما تكون القهوة عليها تقي متأخرة وتقي عاد تحيث لسانها. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعتكن بنيات، سمعتكن. أمينو، وش تشوفي انك كبر بناتك؟ وابوي ذي الملبق تناقر العاد. إيه؟ وامي ما اعرف، امي امزح معاك امزح. هذه حالتها، دومها لا تنسى، اول كل يوم على من الدور وعلى من الدور. يا حليمه انت تعرفين ايش مشكلتها، مسكينه نسايه، ومثل ما يقولون النسيان نعمه. الله صدقتي، النسيان نعمه. ما شاء الله، اشوف قمت تقولي حكم من علمش عاد الكلمتين وقاعد تقولين اياها. الله يخلي هاتف الذكي. ويش؟ نعم، الهاتف الذكي هذا هو، واسميه انه ذكي. نصرة، تراك هلكتينا، وش ذا بعد الهاتف الذكي؟ حبيبتي حليمة، هذا هو، ويسمون الهاتف الذكي اسميه انه هو ذكي وعبقري. وانا نوبة عندي ها. حبيبتي هذا ما ذكي، هذا غبي يا أمينة، غبي هذا. هذا هو الذكي، واللي يجيب الأخبار والمعلومات العالمية من الألسكا. لحظة، هذه بقلتيها آخر شيء عماسكا منين؟ توتمو دراكن يا أمينة، انتو حدكم من مسقط المعبيلة. حبيبتي هذه ولاية في فرنسا، ودراكن أبو تركيا جايب كمين حبة من هالهاتف النقال، وش رايك نتقربن وتشتروا؟ خلينها تهربت هذه، يا لستلنا ذكي وذكي، ترى لها هاتف ونقدر نتكلم منه. تكلمون فيهم حبيبتي، إذا ما خذيتي راح تندمين. أنا قليلة قبل ترى حكزيلي. ها، أكل عيو السليمة طلعت مرة. حو عليا على كبرها، الضم في الفلوس ضم، ويقولش كل خمسة أيام تخيط لها كمة ولا تتعب. الله أكبر علي هذي، الله أكبر علي هذي العجوز، توبة يا ربي. كي من حبها للفلوس تهيس عمرها بذيك القمة، ذيك القمة تخيطها ليل مطلع نهار ولا ترتاح، حشا عينها شريرة على البيسة. طبع طبعا مالكم عليها يا أمينة ويا سموينة، ما تقدرونها ما تقدرونها، ما شاء الله عليها. ها، عم تضربوها عين وتعور المحرمة. لا أبويا عيني باردة، عيني باردة نوبانة. سبي لي سبي لي قهوة. قوم روح نام داخل، قوم ما يخلونا نتابع المسلسل. أقول بشري، ها عسى حد بس اشترى من عندك من هواتفنا الذكية. انت عاد ما تسألني إلا الحين وأنا قاعدة أتابع المسلسل. زين متى أتكلم معش؟ أنا أصلا محصل فرصة علشان أكلمش، كلها مشغولة بهالمسلسلات هذا. بعدين طيب. ممكن اخذ من وقتك دقيقة واحدة بس. قلت لك بعدين قاعدة اتابع. شوف وي ايش صاير الحين؟ انت يا ابوي ما منش فايدة البر. اقول تركية، هيش رايش تساعديني ها وتخبر ربيعاتك اشتري من عندي كمين جهاز. لحظة ابوي، بس خليني ارسل هالمسج، ترى جايبين بضاعة وانا اخاف ما اقدر اشتري. يقولوا الهواتف الذكية مضيعة للوقت، هذا هو في هالمسألة بيع وشراء، هيدي فايدة. انزين مو باغي تشتري؟ ليسو أصفر، ربيعتي جايبة هالبضاعة من الهند وعارضتنهم على الهاتف الذكي.
تركيا حبيبتي. وانا بعد احجزي لي اللون البنفسجي، ها لا تنسين. ها عليش ها من جبنا طاري الثياب انتبهتي؟ ها وانا صار لي ساعه اتحايل عليش علشان اكلمش بس واخذ من وقتش دقيقه. اوه يا اخي لوعتنا، ما تخليني اتابع المسلسل، هذه حاله هذه. اوه خلاص رسلت الطلب، ما انت بغيتني في شيء؟ قلت لك اباكي تبيعي لي كمين جهاز نقال. وانت من وين لك هذه الاجهزه كلها؟ يعني اللي اعرفه ان الشركه هي اللي تبيعهم. ابوي انت في خبر كان، انا فتحت محل لبيع الهواتف الذكيه. نعم يا سلام، وما خبرتني. ترى انا خبرت امك، يوم امك ما خبرتك ايش اسوي لكم انا؟ زين انا راح ارسل للكل رساله جماعيه، بس اريد الحلاوه. ها ماشي لله لله. ايش يعني تريد اشتغل بلاش؟ حشي علي، انا بعطيش عموله. نعم بعطيش عن كل جهاز نقال تبيعيه ريال. ريال؟ ما اريد، دور غيري. ها زين ابوي بنعطيش فوق الريال نص ريال. ها ما اريد، شويه ما اريد. حشي زين خلصيني كم تريدي؟ اريد ريالين بس، على بالي بتطلبي مليون. يلا طاف بنعطيش الريالين وامانا لله. يوم بنتك قالت حطيتها، وعلامك ما اعطيتني انا حق السمسره. عالم بشع، عالم جشع، كله فلوس فلوس، ما شرحمه. بنعطيش ابوي حالش من حال بنتش، سدنيش ريالين. اعتمد، دام السالفه فيها ريالين بخلي باجر كل حريم الحاره يشترون الهاتف النقال الذكي هذا، وخصما عنهم بعد. نعم السالفه فيها ريالين. يا اخي ملينا من الدواره، كان حصلت انسان يشبع من الدواره؟ انا بصراحه شبعت منها. ماشي شغل لا شغل لا مشغله. اسالك انت متى قمت من النوم؟ انا اظني قايم وحد الظهر. الله حظك، انا ما يجيني نوم البر طول الليل، يا اخي احسني محسود ما طبيعي انا. عاد حسستني ان انا نايم الساعه 10، انا نايم الساعه 6 الفجر. المشكله في بيتنا كلهم يسهروا، سوالف في سوالف، ويا ليت شيء صح، كله كذب في كذب. انا شوف يوم ادخل البيت ما علي من حد، سيده سيف الغرفه. اقبض نفسي وانام، جاني نوم نمت، ما جاني تابعت افلام. ومن الفايده انا اقوم استاذن عنك ورايح العب كوره مع الشباب في الملعب. يعني حسستني انت يوم 24 ساعه رايح الملعب رايح الملعب، كنك ابو تريكه معزوم على مباراه في نادي قريات. ترى ما من زين لعبكم وبعدين ملعبكم، ترى كلك كنكري وسميت. ابوي حتى لو كنكري وسميت صح اني كل يوم اتعور واتفلع في ذاك الملعب، لكن ترى هذا شيء يحبه الكوره، شيء يحبها، لازم يعني نلعب، لازم نلعب مع الشباب. المهم من يجي زهران من الدكان لا تنسى خلي لي انت حبتين، وانا تو رايح العب. ها انا وصيقه حاضرين. يلا حاضرين حبيبي. ليلى 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 يا ليلى. مرحبا بدر، أقولك استوانة الغاز خلصت. شوف هذه الحركات ودر عنك، كل ما أتصل فيك بغينا شيء تسوي لنا سالفة. بابا أقولك الاستوانة خلصت، ما تريدوا تاكلوا؟ ما عنده غواز حال مطعم كل يوم كل يوم، يلا تعال علشان نروح تغيرها. يلا يلا خلص، جالس عند ربعتي جالس عند ربعتي. مع السلامة. والله عنده شغل عند ربعتي وعند ربعتي. لا مينك حقرتك، بصير عنكم باكر بكمل ان شاء الله السالفه. هذا ما اقول لك
ما تقولينها باكر وما تكمليها باكر، كملي لنا اياها السالفه. ان شاء الله بكملها. موتينا من الضحك يا امينه. عاد باكر كملي السالفه لنا. عاد اقولكم باكر في تفاصيل بقى. اوه بس حلو. قلنا صرا ترى ذاك القهوه عندي شاه عن تنسي. لا تنسي ترى القهوه مع نصرة. ما راح تنسى ان شاء الله، والقهوه ذاهبه. عاد بدي مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. مع السلامه احسنتي. مع السلامه. مسكينات قاسات لي انت وبهم في رم بيوتك من يجي السنقه الساعات ما يشبعت. انت من يوم جبت هذه الاخشاب وعلي ما اعرف انت مو تسوي. بخبرك كل شيء يا أمي أول ما تكتمل الفكرة في راسي. تراك دوم هذه حالتك، ما تخبرني إلا أن تفشل تجاربك. بيجي يوم وتنجح تجاربي يا أمي، بس عاد ترى تو وقت الصلاة وبروح أصلي، ولا تنسيني بدعوة حلوة في صلاتك عاد. إن شاء الله ولدي. أنا هذا الولد هلكني. نعم تعبني، كل ما أجي أشوف هذه الأغراض موجودة هنا فواتك ذاك شلهن وارميهن برا. لكن ما يهون علي يا حبيبي، والله تعبان عليهن. الله يوفقك يا ولدي، الله يوفقك يا رب. اسمعني خميس اليوم اللعب حياة أو موت، ما أريد تلعب لي كذا كذا. العب جامد، العب على الكورة، إذا مع الكورة على الرجل. اليوم نفوز نفوز. أذن المغرب، أذن العشاء، ما علي اليوم فوز. فوز فوز اليوم. أيوه. نلعب اليوم تيكي تاكا، نحطمهم. ما أعرف أنا، أهم شيء نفوز. يلا خلا خلا كمل كمل تمرين. شق رجلك يا مفلوق راسك على مو ناويين. ما ترى كنا مهزومين، لازم نفوز. مالش انت؟ ها؟ دوك افوز. راح اسوي لك قزع وملح. يلا ما شيمه، الشيمه كله ولا القزع والملح. شيمه. القزع والملح غير انه يعقم ترى يأدب. ابوي خلفان، خلفان الشيمه القمي. كني المستشفى احسن من القزع والملح. اي مستشفى؟ اليوم مباراة ريال مدريد وبرشلونه، ما حد مداوم اصلا. اوه صح والله، اليوم مباراة ريال. ابوي يفدى ريال، يفدى القزع والملح والالم. اليوم بيفوز الريال ان شاء الله بيفوز. بيفوز. انتوا نسيتوا ميسي؟ اليوم ميسي اذا ما شلوا ثلاثه وتعالي. ميسي ما ميسي نحن ما عندنا، اهم شيء الريال بيقلب هالنتيجه وبيفوز ثلاثه وبيشوف بيشوف. لا تحلم انكم تفوزوا ثلاثه. بابا بابا كل ابوي ولا شي ما ابوي يوم شي مزه شي ما خفا شي ميسي ما لا يلا يلا ايه ما شي يوم يلا يلا شي ما بس خلاص خلاص ابوي شي ما شي ما يلا. يعني لازم يخلوها في آخر دقيقة ويجيبوا التعادل؟ دوك الحالة؟ أنت اشكر ربك أنكم طلعت في تعادل بالتعادل، المفروض كنا ندقكم دق اليوم. لا لا، كان برشلونة يستحق الفوز. شباب أنا حاسب دقيقة، بروح البيت أريح هناك سهرة. تو الناس، بعد تو باري السهرة. خلا خلا أنا وياك نكمل السهرة صوب الشاطئ أحسن لنا. خلا خلا يلا. وش ذي الحالة؟ طلع الصبح ونحن لين تو جالسين. والله يبالنا تو عصير بارد نصحصح شوية بعد السهر. ما معك في ذا الكلام، يبالنا شاي كرك يعدل المزاج. أقول لك خلا رايحين ندور شغل أبرك من ذي الجلسة. والله إنك فاضي، من في بارد تو يروح يدور شغل وإحنا طول الليل سهرانين. أنا عارف نفسي حتى لو رجعت البيت ما بيجيني نوم، يا الساعة 10 أو الساعة 11. دور حالي وحالك، أنا ماشي أرقد.
احسن لي اروح انام بدل الدواره في الشمس. ايمن هنا هنا يا امي. هينك بقى تعال تريق. صباح الخير يا احلى ام في الدنيا. صباح النور حبيبي. يا امي يا امي كم مره قلت لك ارتاحي ارتاحي وخليني اجيب شغاله تساعدك في شغل البيت. الله يطول في عمرك يا ولدي، اعرفك ما تقصر كلك خير وبركه. لكن عاد يعني من كبر البيت ترى الا غرفه ومطبخ وحوش، وانا حرمه عوده والرياضه زينه حالي والحركه زينه. ولا تبغاني استوي كما بوتو يوصلوا 40 سنة متخلعين ما يروموا حتى يمشيوا طايحات في الأرض. يا أمي يا أمي أجيبها علشان تساعدك بس. أنت أول تزوج وبعدين زوجتك هي اللي بتساعدني في البيت. إن شاء الله يا رب. ها آه كيف الريوق؟ ترى ميت من الجوع. يلا خليك الريوق قاعد. يلا. أنا وين رايح؟ هي تعال صح أنا رايح المحل، بس ليش ساير كذي على لحم بطني؟ آه عرفت، هذه نصرة ما سوت لي شاهي ولا ريوق. طيب ليش ما سوت لك؟ لأنها سهرانة طول الليل قدامها التلفزيون وراقدة وحتى ما قادرة تفتح عيونها. زين هي توها يصلت الصبح؟ ها؟ أكيد أكيد صليت الصبح أكيد، ها؟ ورقدت. والبنت نفس الحالة مع هاتفة. زين أنا ها؟ أنا أحسن شيء أحسن شيء أحسن أروح لك مطعم وأضرب لي شاهي واحد كرك ومع سمبوسة. يلا توكلنا على الله وخليني نام هنا. خي خي عليكم خي، رقاد لنص الظهر لا شغلة ولا مشغلة. خميس خميس يا أبوي قوم، خلفان خلفان. خميس أبوي قوم انزل بحر روح صيد لك سمكتين بيعهن، نبغوازي يا أبوي. ما خليني أنام خليني أنام، تعبان بحدي يا ربي. إذا رحت صوب البحر جيبوا لنا جذر وتبولة وسلطة إذا شيء. ما تبح حمص غاوي بيكون بيول الخبز بعد. أنا بزيد. إنزين بزيد لك يا أبوي. وأبوي عليكم وأبوي. الإنذار الأخير ما الكهرباء ترى واصلة. وبيقطعوا علينا الكهرباء وأنتوا هاي حالتكم. قوموا اشتغلوا أقول. أنا أكيد أمي سكرت المكيف علشان إحنا نقوم. هذا ما يشتغل. لا يكون احترق بعد. خليني أشوف. إيش الحر هذا؟ يا الله حتى العصافير حرانات. اقوم اشوف الوالده. يا الله يا مايو يا الله يا الله يا الله يا الله مو ذي الحر. ما قصرتوا يوم قطعتوها في عز الحر. نعم الله يصرف ابليسكم يا الصغيرين لو مشتغلين. ما هذه حالتي اليوم. يا الله يا ما يا الله يا الله يا الله تكسرت يدين يومي. ما؟ نعم. تو ايش فيهم هذول شركة الكهرباء؟ مسكرين الكهرباء ولا؟ من الصبح
ليه متى بيظلوا على هذه الحالة؟ لا ما لهم حق، صدقك ما لهم حق، لازم كان يجيوا يستشيروك كيف نقطع عنك وأبعدك راقد. هذا عشان أبوي تروح تنزل تشتغل. يا أمي يا أمي، بسك بسك تغثينا من الصبح بهذا الكلام، ترى أنا الحين أدور شغل. إي والله صدقت، كلامي صحيح نغث. من تصلي الفجر مقطع وطيتك انت واخوك تروح تدور الشغل من شركه لشركه كاني ما عرفتكم. اقول لك قم 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 سير اشتغل، انزل بحر جبل، سير ادفع لنا فاتوره الكهرباء. قم ما لا تقولي سووها شركه الكهرباء. اه عليك فيك، انتظروا الشورك، انتظروا الشورك. تب اسميكم سقلوب. امي امي وينك يا امي؟ ها حبيبي انا هنا خير مو هناك. امي امي وينك يا امي؟ يا امي تعالي، يا امي تعالي. خير ان شاء الله، مو هناك ولدي. باركي لي يا امي باركي لي، خلصت مقسم السفينه اللي كان مطلوب مني، واكيد صاحب المحل بيخليني اسوي مقسمات اكبر من هذا وقيمتهن اعلى واكثر. تعرفي كم؟ كم؟ 300 ريال. ما شاء الله تبارك الله، ولكل مجتهد النصيب، تستاهل كل الخير. الحمد لله يا امي. الحمد لله. ان شاء الله في كل مره بسوي مقسمات مختلفه عن الثانيه. ان شاء الله ان شاء الله، وابيع لاصحاب المحلات ان شاء الله. يا امي تعرفي ايش بسوي بالفلوس؟ ها أه؟ بشتري سياره جديده، اها، واتزوج، أه؟ وترسل لي البيت كله اولاد وبنات. الله يبارك فيك يا ولدي، الله يطول في عمرك ان شاء الله. تعال تغدى، انت تقول جوعان. يلا يا امي، انا اليوم نفسيتي مفتوحه على الاخر، وشكلي باكل الصحن مع الاكل. وين صبري؟ كيف حالك أبوي؟ بخير. وكيف حال أولادك؟ خلي بالك عليهم. ما حد رد، ما سوي ديني قابطنها. انت قلتي لي شليه كيف خبريني؟ أقول ليش نصرة باغي يرسلوا يسويك. ها هينو